يسعدني ان يكون معايا ملك الدراما رمضان 2017 اللي الحقيقه نفست بقوه على لقب افضل نجمه، هيدي كرم. بقول لك منوره الدنيا كلها. ربنا يخليك، اهلا بيك. طاقه نور وسبع جار، يعني العملين كسروا الدنيا في 2017. الحمد لله يا رب، الحمد لله. كانوا عملين مهمين قوي بالنسبه لي، وعملين مهمين قوي في العموم في وسط الاعمال الدراميه المصريه، كانوا اعتقد ان هم من الاعمال المهمه سنه 2017. لما بيبقى الفنان ليه عملين والاثنين بيحققوا نجاح كبير، بيبقى ميال اكتر لعمل ولا بيقول بقى كلهم ابنائه زي ما بنسمع؟ لا طبعا، البني ادم لما بينجح له عمل بيبقى فخور بيه وسعيد بيه وعايز دايما يتكلم عنه، ولانه بيبقى بالنسبه له نقله، فطبيعي طبعا. اي عمل شايفه انه حقق فيدباك اكتر؟ ولا سبع جار؟ لا، هما شخصيتين مختلفتين خالص، نوعيات دراما مختلفه خالص. طاقه نور اكشن وسسبنس، سبع جار عائلي جدا، فلا انا ما اقدرش اقارنهم ببعض. هما الاثنين حققوا نجاح كبير وده يكفيني سعاده. يعني 2018 اول قرار هتاخديه ايه؟ سؤال صعب جدا ده، في ليست طويله على فكره، وغالبا مش عارف اعمل منها ولا حاجه. المهم ايه؟ اني اركز اكتر في شغلي. حاسه انك مشتته نوعا ما؟ لا مش مشتته، بس حاسه ان انا لسه ممكن اركز اكتر، فمحتاجه اركز اكتر. ايه اللي منعك انك تركزي اكتر؟ انا كسوله. يعني بحب انت كل ده وكسوله. هتعملي ايه بقى؟ هتطلعي القمر بعد كده. بتقر عليا على فكره من اول انترفيو كده كتير. بقول ما شاء الله. لا لسه في حاجات ممكن اقدمها وفي حاجات ممكن اعملها، محتاجه اتحرك اكتر. يعني عادة بتستقبلي العام الجديد بحاجة معينة بتتفائلي بيها ولا مالكيش طقوس معينة؟ لا ماليش طقوس معينة، بحب يعني بحب اقضيه مع الناس اللي بحبهم، بس دي أهم حاجة عندي في راسي. مين بقى الناس اللي بتحبيهم؟ مش هقول لك. لا يعني بحب اقضيه مع ناس، مع اصحابي اللي بحبهم، مش مع اي حاجة. ما يهمنيش اخرج مع اي حد واروح اي حتة قد ما يهمني داخل الوسط ولا من خارج؟ لا انا ما عنديش اصدقاء كتير من داخل الوسط. لا السبب؟ لا ما فيش، هم كلهم زملاء عزاز جدا وبحبهم جدا وبعتز بيهم وبحترمهم، لكن يعني ما صادفش اني عرفت اعمل صداقات من جوه الوسط. يعني ما بتعيديش على اي حد خالص من داخل الوسط؟ يعني بعيد بمسجات للناس اللي عندي نمرهم، انا ما عنديش نمر، يعني انا ما عنديش غير نمر غير ناس قليله قوي من الوسط. انت عندك رقم ما تعيديش عليا. ماشي، سوهي عليا، سوهي عليا. اخيرا لكل جمهورك اللي بيحبك من خلال شاشه الشرقيه في كل الوطن العربي، تقول لهم ايه 2018؟ ايه اكتر حاجه بتتمنيها؟ بتمنى يا رب السلام لبلادنا، بس دي اكتر حاجه بتمناها، السلام والخير والامان لكل بلادنا اللي حوالينا في المنطقه، يا رب ان شاء الله. طبعا انا بشكرك وكل سنه وانت طيبه ودايما متالقه كعادتك وكعهدنا بيكي. ميرسي، متشكره قوي، ربنا يخليك.